تليفون دقيقة واحدة ومشى. ركب العربية ومشى. ركب إيه فندم؟ ركب العربية ومشى. ركب العربية ومشى. ماشي تمام. ندفع ما ندفعش اليوم. صرنا 3600. كام يا فندم؟ 3600. 3600 ليه يكون أنا تعشى الجمل عندكم هنا يكون أكل. الفني ده غرفين. شوقي شوقي ايه الاخبار؟ الحمد لله. ايه الدنيا؟ الحمد لله. ايه اسمك كريم؟ حقاني. ايه عامل يا حقاني؟ يا اخي خالك معلش نفسي مرقت عايز لي نص ليمونه ولا حاجه بس. ويعني انتوا بتقدموا هنا ما فيش اصبعين كفته على البيعه؟ يا حجاج من فين يا حجو؟ احسن ناس والله الله يبارك لك. ايوه الله يخليك يا حجاج. خالك قاعد انا جوا يا اخي غيب غيب كيف بعد اذنك وديها بص علي ها؟ الله يبارك لك الاحسن. ايه الواحد برضه بيجوع بسرعه ما فيش طحينه؟ ايوه شويه كيف الله يبارك لك يا حجو الله يخليك. تسلم تسلم الله يبارك لك. في عيش؟ خلاص ماشي انا قدامك ها؟ ابقى بص على خالك منه شوي عشان الضغط معاي بيوطى. ماشي يا حجاج. خلاص كل شوية يبقى راعيني يا حجاج ها؟ أنا قاعد تحت الترابيزة الأولى دي. كل شوية ابقى بص علي. إيه بوب؟ إيه الأخبار؟ روح جبت لي نص ليمونة وشوية طحينة لحسن زي ما أنت عارف ال الواحد يا الضغط معاي بيوطى بسرعة. طيب ايش كلت وقمت سلة؟ أكلت؟ قد إيه؟ يا أبوي ده إيه؟ لسه ما نفتح وبقول يا هادي بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، أهم حاجة الصلاة على النبي. عليه الصلاة والسلام. إيه دي صلصة؟ ليمون العرب هنا. ها؟ يا أبوي كل 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 قم. قول يا بهاء كل. المهم بكره ناوي معايا على ايه ان شاء الله؟ اما نشوف انحاسب منين الاول. ما تقلقش يا بوب وانا ما تقلقش. وعاوزك برضه اقول لك على حاجه. الايام اللي انت قضيتها في لوكسور لسه ما خلصتش. على بلاد؟ لسه انا قاعد معاك بتاع 3-4 سنين تاني ان شاء الله. وانت حد وزك علي؟ حد وزك علي؟ مش ناقل نفرق خلقنا؟ تكون جاي تكشف وتمشي. لا 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 انا جيت اتحججت بموضوع الكشفان ده ما اكذبش عليك يا بهاء. ايوه انا زهقان من الجماعه في البلد وبالذات مرتي. رايحه؟ رايحه. لا مره محترمه. على اماك حق جلسه القبائل اللي هتعملها هنا. انا ما قلتش حاجه هي محترمه بس كل شويه يا عم بهاء ما فيش لسان في بقها غير خد خد خد. قلت لها انت كل شويه خد خد خد. ايه يا شيخ في ليك يا حرام عليك يا طايحه. طبعا يا بانشا جيت مره نازله حقت لي خد كيس زباله في ايدك شوحته في وشها. دخلت لام حيوع على المطبخ. سحبت عليه السكينه. ايوه العيال حجزتنا من بعض. افتكرت ان الموضوع طبعا كتب الرجال الايام دي منتشر. خدت بعض ورحت رمحت قلت ايه اغير خلايق عندي يا حبيبي بهاء. بقول لك بيبيعوا منجا هنا عشان انا بصراحه عايز اشرب منجا. ما انت هتوحم. مره عايز شارع الهرم مره عايز منجا. عايز منجا بصراحه انا نفسي مرجت ولا نفسي مرجت. ما مش بعت ولا لسه؟ تمام الحمد لله. خلاص لف لنا ده عشان خاطر الناس تحت. يومي معاك طويل يا بابا. يلا. حد عصير المنجا ولا اجيبه انا؟ لا جيب انت عصير المانجا انا هاكله انا تلاقيني في مقعد المشروبات ان شاء الله. تحت يعني؟ تحت خلاص. في ترابيزه تلاقيني قاعد عليها. استناك يا بوب. ابى اسوي مشروب مانجا. لا حجيب مانجا حاضر. المهم ما تتاخرش علي خلاص؟ بجيب لي معاك كوبايه. ما كله على حسابك. السلام عليكم.
بعدين في الغابة اللي أنا فيها دي أربع 30 بوابة فيها يا أخي، عارفين بها كده غاطس هو ده اللي هناك ولا مش هو يا باب؟ انت زف ايه بوك ايه شوبي ايه الاخبار؟ بقول لك الحمام ما كنت بغسل يدي قال لي احلى اكل النهارده ما تقولش بس احلى اكل انت طالب ليش؟ طالب موز طالب كباب طالب بنين انت هتوحم هنا؟ انا بصراحه الاكل هنا برضه مش قد كده وحشني طبيخ مرتي رايحه في البلد بصراحه طب خلاص اركب وسافر لها اركب وسافرها اقول لك حاجه انا جالي تليفون اوصل هنا كده اجي لك لحظه رايح فين ده هنا دقيقه عند الحمامات اخوي بس هنا وصلنا هتتكلم في التليفون يعني طب بقول لك ما تتاخرش عشان خاطر كده الساعه بقت كام ضلك معاك خلاص يعني دلوقتي ما تتاخرش يا بابا ما تتاخرش يا عسل ليه هسكت هنا كده وفين بهاء استغفر الله العظيم ده قال لي يعني دقيقتين وياي انا عارف اصلا هي جايتي اصلا كانت غلط من الاول عندي يا بابا فيش اي حد خالص الله العظيم حساب يا فندم ايوه يا فندم حساب الحساب حساب حسابي الحساب باذن الله يوم الحساب طب لا تليك فندم هو احنا بس عشان دلوقتي بتقفلوا دلوقتي بص يا بنتي يعني صلي على النبي هو كان معاي واحد هنا بعمه اسمه بهاء هو اللي عازمني يعني ومظبط الدنيا استاذ ابو عمر لك قاعد مع حضرتك ايوه هو بس بيتكلم في التليفون دقيقه واحده وجاي ركب العربيه ومشى ركب ايه يا فندم ركب العربيه ومشى ركب العربيه ومشى تمام طب حضرتك هتدفع ولا ماشي تمام انا ندفع ما ادفعش اليوم صرنا 3600 كام يا فندم 3600 3600 ليه يكون انا اتعشيت جمل عندكم هنا يكون اكلت جمل لحالي احنا فندم مطعم فايف ستار فايف ايه؟ فايف ستار ما انا قلت للاستاذ عبد الستار استغفر الله العظيم يا رب 3000 ازاي؟ طب بصي انا معاي 17 جنيه ونص خليهم معاكي باذن الله ايه هجي لك بكره باذن الله لا يا فندم والله حسبنا 3600 يا اخي خلي معاكي بس خذي ال 20 دي ولا ال 17 وان شاء الله يبقى ايه وانا هو لو حضرتك مش معاك تدفع احنا عندنا حد محتاجين حد يبقى بس يكسب محتاجين حد يغسل الاطباق؟ طب ارن على بهاء دقيقة واحدة يا استاذة معلش الكلام اخذ وضع. منك لله يا بهاء حسبي الله ونعم الوكيل يا اخي. والتليفون بتاعي معاه. برضه؟ تفضل معي. خلينا اغسل الاطباق؟ عايز حضرتك. يا جاي من الصعيد لهنا عشان اغسل الاطباق يا بهاء. ماشي يا فندم. في عندكم بريل كويس ولا في صابو معاي بستعمل بالغسيل ماشي شكري توكلت عليك يا رب